بعد انسداد سياسي دام لأسبوع تقريبا، نجح مجلس محافظة نينوى بالتصويت على انتخاب رؤساء اللجان في المجلس وفق طريقة توافقية شاركت فيها جميع الكتل السياسية. طبعا راضين على التقسيمات، وصارت جلسة مجلس محافظة نينوى بجلسة توافقية وحسب الاستحقاقات الانتخابية. كل كتلة سياسية أخذت استحقاقها الانتخابي بالكامل، والحمد لله جرى التصويت على رؤساء اللجان بكل سلاسة وتوافق. 20 لجنة وزعت بين 9 كتل سياسية لها نصيب من المقاعد في مجلس المحافظة. 11 لجنة منها ذهبت للكتل المنضوية تحت تحالف الإطار، وتسع لجان أخرى كانت من نصيب تحالف نينوى الموحدة الذي خسر الأغلبية في المجلس بعد انشقاق 3 أعضاء عن التحالف. عقد مجلس محافظة نينوى اليوم الجلسة 7 لتشكيل لجان المجلس الدائمية وانتخاب رؤساء اللجان، والتي تتضمن 20 لجنة، وتم توزيعها وفق الاستحقاقات الانتخابية ومراعاة حقوق كل كتلة سياسية بصورة توافقية. كان التوزيع وفق الاستحقاق أو المحاصصة إن صح التعبير، لكنه لم يكن وفق الاختصاص بحسب ما يقوله ناشطون. فلجنة الزراعة مثلا تولت رئاستها شخصية تحمل شهادة في الطب، ولجنة الصحة أصبحت من نصيب شخصية تحمل شهادة في القانون. كمتابعين الشأن السياسي نعرف أن هذه جلسة شكلية للإعلام، والموضوع محسوم خارج أسوار المجلس أو في جلسات بعيدة عن الإعلام. الموضوع محسوم، والدليل أنه مشى الموضوع بسلاسة. وكان الخلاف في الجلسات السابقة على 4 لجان حاولت بعض كتل الإطار الاستحواذ عليها، لكن التفاهم جاء بعد تدخل محافظ نينوى الذي خرج باتفاق بين الأطراف على أن يتم التنازل فيه عن لجنتين منهما، وتمضي الأمور بهذا الشكل. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.